هبة أرتيل مصممة مجوهرات مصرية، اتميزت تصاميمها بالمزج بين الستايل القديم والجديد. خليكم معانا نتعرف عليها وعلى تصاميمها، لكن بعد الفاصل. وبنرحب بمصممة المجوهرات المصرية معانا هبة أرتين. اهلا بيكي يا هبة. اهلا بيكي. في البداية عايزين نعرف دخلتي المجال ازاي؟ الاول انا اصلا خريجة كلية فنية، وبعدين اشتغلت حوالي 4 سنين في الجولري، المجوهرات الدايمون وفي ذهب، وبعد كده حبيت ان انا اعمل حاجة بقى في الفضة، فروحت ورش في الحسين، اتعلمت شوية ازاي اقعد على تسجة، ازاي اصنع الموديل اللي انا عايزاه، لان في ناس مثلا ببقى عايزه اعمل حاجه مش عارفه اصنعها، فتعلمت ازاي انا يعني الموديل اعمله وانا اللي اصنعه. في حاجات معينه بتشتغلي بيها؟ يعني في، انا عارفه الحاجات كلها معظمها من الفضه والذهب، في ايه الماتيريالز بتشتغلي بيها؟ انا بشتغل دلوقتي بالفضه اللي هو 925، والذهب اللي هو عيار 14، لان انا ببقى محتاجه بس شكل في الموديل، مش عايزه يعني اغلي قيمته، فبحط بس ذهب عيار 14، وبستخدم يعني احجار تانية معايا كمان. يعني ممكن تحطي احجار مع الذهب والفضه؟ اه. ليكي ورشه معينه؟ انا عندي ورشه صغيره انا بشتغل فيها، وعندي حوالي 3 صنايعيه بيشتغلوا لي، في واحد بيشتغل اللي هو الحاجات اللي هي النشر، وفي موديل ميكر، وفي اللي هو اللي بيشتغل الحاجات اللي هي الشغل الشيفتيشي اللي هو القديم. اه الشيفتيشي القديم. طيب عايزين نعرف ايه الستبس او ايه الخطوات بقى عشان تكوني الشكل النهائي؟ بصي، هو في كذا حاجه. في اول حاجه انت بتعملي التصميم الاول، في حاجات بتتعمل بالنشر بس هاند ميد كلها، وبينشرها وبيلحمها في خواتم بسيطه، اساور زي دي، في حاجات هامر اللي هو بالطرق زي ديت هنا كده بالطرق دي، برده بتبقى بسيطه، وفي اللي هو الموديل ميكر اللي بيعمل الاول الموديل على الشمع، وبعد كده بنبدا نعمل له كاوتشه على الشمع الاول، على شمع بيحفره، على شمع زي النحات بالظبط، بس بينحته على الشمع الاول، وبعد كده بيخش له بقى مراحل التصنيع، بنعمله كاوتشه، وبعد كده بيطلع الموديل بنبدا نسبك عليه، بيطلع فضه. وفي حاجات تانية اللي هي بتتعمل ممكن اسطمبه، لو انا عايزه كتابه او نقشه معينه تفضل عندي، دي بتبقى اسطمبه. وفي حاجه كمان اللي هي السبك، حاجات بسيطة ممكن يعني لو أنا عندي حاجة ممكن أسبكها أعمل زيها، أو الكاوتش بس كده. ممكن حد يطلب سبيشال أوردرز ولا صعب؟ آه، في ساعات بعمل سبيشال أوردر طبعا. في ناس كمان بيطلبوا ذهب بس، يعني ممكن موديل يعجبهم بس عايزينه ذهب مش عايزينه فضة، ممكن يعملوا ذهب بس أو فضة بس فتعمليها لهم. في الفترة الأخيرة ظهر مصممين مجوهرات كتير، إيه اللي يخلي مصمم مجوهرات يكون مميز؟ إن هو يعمل حاجة جديدة، ان هو يكون مختلف شويه، لان دلوقتي في ناس كتير قوي شبه بعضها، اكتريتها حاجات يعني بيعملوا الحاجات السهله اللي هي النشر عشان ما يتكلفوش مجهود او فلوس، لكن اهم حاجه انك انت تمزجي ما بين حاجتين، او تعملي حاجه جديده انت تبقى منفرده بيها، لو حد شافها يعرف ان دي بتاعه هبه او دي بتاعه الفنانه ديت، يعني بتبقى معروفه. تنصحي بايه لو حد عايز يدخل المجال ده؟ اول حاجه يكون عنده موهبه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو يتفرج كتير، يعني يتفرج على مصممين تانيين، مش يقول لا انا بس، لا يتفرج على مصممين تانيين، يتفرج على كتالوجات كتير ويبقى عنده افكار، وعنده افكار ويشوف ايه الجديد اللي موجود في السوق عشان تجيله افكار معينه، يجيله افكار ويشوف التكنيك الجديد عشان ما يعملش حاجه قديمه حد عملها قبل كده، فلازم يبقى متابع الموضه على طول. هبه، التكنيك الشيفتيشي اللي زي الناس ما كلها عارفاه او الفليجري، عايزاكي تكلمينا عنه. هو من الوقت ما فيش صنايعيه كتير منه، لانه هو بياخد وقت كتير، واكتريه الصنايعيه كبار قوي في السن ومش بيعلموا، يعني قليل قوي عشان صعب، ما حدش بيقدر، ما بيتعلمش منه كتير، يعني هم ناس كبار 3 أو 4 في السوق دلوقتي. هو عبارة عن سلك بيبقى رفيع جدا فضة، لازم بيبقى 925، لازم يبقى طري، وبيبدأ يعملوا حاجة اسمها بيفتلوا أو بيدفروا، ويبدأ يعشقوا ببعضيه الأول، بيشدوا على سمكي كده طويل بيخليه حاجة رفيعة قوي، ويبدأ يغزل بيه، يعني أكنك مثلا أنت عملتي اسطمبة، عملتي
الموديل مثلا في اوله واخره يبدا حاجه اسمها يحشيه، يبدا يحشي دوت بالموديل اللي هو عايزه بالموديل بتاعه. وبعدين مش بيلحمه زي اللحام العادي، يعني مثلا الفضه بتتلحم باللحام عادي لا، ده باودر يعني بيبشر الفضه البيور وبيرشها عليه وبيبدا يعمله بالبوري، بيلحمه بالطريقه دي لانه ما ينفعش يتلحم زي ده، يعني ليه تكنيك مختلف خالص عن التاني. صعب جدا بس بيبقى ممتع، وانت بتشتغل بيبقى ممتع في الشغل، ولما بيخلص بيبقى شكله حلو قوي. هبه للاسف خلصت فقرتنا، بنشكرك. ميرسي ليكي. وبكده تكون خلصت فقرتنا، واستنونا في الفقره الجايه. عشان نوصل للوزن المثالي لازم نتبع نظام غذائي معين، ولازم يبقى عندنا قوة إرادة، وده اللي هنعرفه في الفقرة اللي جاية. خليكم معانا. وبنرحب بالأستاذة رشا البغدادي، أخصائية نفسية ومدربة الحياة. أهلا بك يا أستاذة رشا. أهلا وسهلا. في ناس كتير عايزة تعمل دايت بس ما بيبقاش عندها قوة إرادة إن هي تعمل ده، فممكن يعملوا إيه؟ هي كلمة قوة إرادة دي، قوة إرادة دي يعني ليها سيستم كده معين، إنه إحنا أي فعل إحنا بنعمله بيبقى فيه نظامين كده في المخ، إن هو نظام التفعيل ونظام التوقيف. نظام التفعيل ده اللي هو إن إحنا بنفضل نعمل نفس الإعادة اللي إحنا تعودنا عليها، وده سهل جدا لأن إحنا أوريدي تعودنا على كده. لكن نظام التوقيف هو إن أنا أوقف فعل أنا متعودة عليه وابتدي أعمل فعل جديد. فطبعا النظام ده بيبقى فيه صعوبه لان انا دي حاجه جديده عليا، وبتتاثر بان انا اكون مثلا قلقانه، ما نمتش كويس، تعبانه، متضايقه. وكمان يعني في دراسات اثبتت انه النظام ده لما بستعمله في خلال اليوم ما بيستمرش بنفس قوته، بالعكس بيقل فعاليته في خلال اليوم. يعني لو انا مثلا عملت كنترول على نفسي طول اليوم ان انا مثلا ما اتعصبش في الشغل خالص، ما بروح البيت بلاقي نفسي اسهل ان انا اتعصب مثلا مع اولادي، او اسهل ان انا ابوظ الرجيم لان كنت بعمل كنترول طول اليوم. علشان نرجع النظام ده من اول كده كاني بعمل ريستارت وببتدي من الاول، محتاجه حاجه من الاثنين او الاثنين، انه ان انا مثلا اخد ان انا اعلي نسبه السكر في الدم بان انا اخد مثلا حاجه مسكره اشربها او مثلا حته شوكليت او كده، او ان انا اعمل لنفسي حاجه تشجيع معنوي. فبالتالي ده اللي خلينا ننصح الناس ان هم لما يكونوا يحسوا ان ابتدت ارادتهم تقل، لو مش هيقدروا ياخدوا حاجه سكريه، لو خلاص ميعادها ما بقاش مظبوط في الدايت او كده في النظام الغذائي اللي ماشيين عليه، ان هم زي يدوا لنفسهم حاجه تشجيعيه معنويه، زي مثلا واحده مثلا تخرج مع صاحبتها اللي بتحبها فتاخد وقت لطيف، تسمع ميوزك بتحبها، حاجه زي يعني زي مكافاه كده على انها قعدت تعمل كنترول بالظبط. فده اللي بيرجع قوة الإرادة دي تبتدي من الأول وتشتغل وتكمل معاه. لو حد ابتدى الرجيم بس في النص ابتدى يغلط ويأكل حاجات مش صح أو مش الحاجات الموجودة على النظام الغذائي، فدول ممكن يعملوا إيه؟ بصي، هو المفروض ان دي حاجه تبقى متوقعه، يعني من الاول كده اللي هي الاخصائيه الغذائيه المفروض يعني بتدي سماح لغلطات زي دي، وهما المفروض يبقوا يعني تبقى عارفه الواحده اللي عامله الرجيم ده ان هي ده شيء متوقع، ما تعاقبش نفسها قوي عليه ان هي غلطت مره، بس في نفس الوقت ما يبقاش عذر ان انا باقي اليوم بقى ما انا خدت ده باقي اليوم بقى ابوظ طول اليوم. واهم حاجه انها ما تبصش للنظام الغذائي ده بطريقه مثاليه بحته، وان هي لازم تمشي على النظام بحذافيره وما تغلطش ولا غلط. دايما النظره المثاليه للاهداف دي بتبقى هي طريق سريع لان الواحد يفشل خالص، لان هي دايما الواحده اللي هي بتبص للحاجه انها لازم تعملها يعني بيرفكت، في الاخر يعني لما بتغلط غلطه بتقوم تيأس خالص، تقوم يعني طب يعني يا كل حاجه يا ولا حاجه، يعني اعمل رجيم مظبوط جدا، اما لو غلطت يبقى خلاص انا هبطل. فده مش مستحب، يعني خلاص احنا يعني عملنا حاجه النهارده غلط، تاني يوم بكره يوم نصلح. صحي تزيد يعني، فمش مشكله. في ناس كتير بتعمل رجيم بس بيجي عليها وقت ووزنها بيثبت، دول يعملوا ايه؟
هو ده شيء متوقع جدا، والمفروض ان هو الاخصائيه الغذائيه بتبقى قايله لهم ان ده هيحصل، فلازم ده يبقى متوقع ان في فترات الوزن بيثبت، فلازم نصبر على الوقت ده ونحاول مثلا هي ممكن تحاول تعمل رياضه او تطلب من اخصائيه غذائيه تغير لها حاجه في الرجيم، او هي تشوف ايه الخطا اللي هي بتعمله اللي مخليها يعني مش بتكمل خسسان، وتصبر يعني دي بتبقى ايام وبيرجع تاني، يعني ممكن تصبر شويه وترجع، فده شيء متوقع يعني مش حاجه غلط، وممكن مع رياضه او مع تغيير في الرجيم ان هي ترجع تاني. ننصح بايه اي حد عايز يعمل رجيم؟ هو في نصايح كتيره ممكن نقول امثله، يعني انه ان هي مثلا تحط اهداف واقعيه، يعني مش تحط حاجه صعبه هي ما تقدرش توصل لها عشان ما تحسش بالفشل. يعني لو قالت انا هخس مثلا 7 كيلو في فتره قليله فده ما بيحصلش فبتحس بالفشل، فلو هي حطت مثلا لا انا هخس 3 كيلو في الاول فده بيعمل شعور بالنجاح بالظبط، فعشان تقدر تستمر. وان هي تعمل رجيم بمنتهى البطء، لان هو الدايت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بغير في اسلوب حياتي، فطبعا ده عمره ما هيحصل في خلال اسابيع او في شهر، لازم يبقى ببطء عشان ما ترجعش تاني لوزن اللي قبل كده بسرعه. مثلا ان هي مثلا ننصحها ان هي تعمل رجيم مع حد تاني، يعني صديقه، يا ريت لو حد معاها في نفس البيت يعملوا رجيم سوا عشان تتشجع، عشان تتشجع طبعا. وكمان احنا بنعمل جلسات كده جماعيه، فده بيساعد ان كلهم مع بعض اللي عاملين رجيم يساعدوا بعض، يشجعوا بعض، يعرفوا يستفيدوا من اخطاء بعض، فده برضو بيشجع جامد. ممكن كمان انه زي ما قلنا ان هي زي بتكافئ نفسها في خلال اليوم، برضو تكافئ نفسها اول ما توصل لهدف من اهدافها، يعني اول مثلا هخس 3 كيلو تشتري حاجه مثلا ظريفه نفسها فيها، تخرج خروجه حلوه، يعني تبقى في مكافئات كل فتره تكافئ نفسها بالظبط. طبعا مهم جدا انها تحط نظام تثبيت، وده طبعا بيبقى عن طريق الاخصائيه التغذيه وتستمر عليه، علشان ده تبقى زي ما قلنا ان هو اسلوب حياه تستمر عليها بقى يعني على طول، يعني نظام التثبيت ده مهم عشان ما ترجعش تاني. استاذه رشا بنشكرك. ميرسي. وبكده للأسف تكون خلصت فقرتنا، يا رب تكونوا استفدتوا. استنونا في الفقرة الجاية، لسه عندنا حاجات كتير.